بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. أربع كلمات أفضل الكلام لا يضرك بأيهن بدأت. أربع كلمات أفضل الكلام يعني أفضل ذكر كقرآن بهالا لو أفضل ذكر أردت قالت ناتشو بيتن يوك عند جمرك قد يلو المهم أردتم بتل سفر كتر يلو أجر تاقن يلو من دل ناتشو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر استمتو قزيبالات يا الله سنت ترى رميه أجر تاقن يلو سبحان الله كقرآن قتل يالو سبحان الله وبحمده عدد خلقه سبحان الله استغفر الله هلوهن أذكر هلون تته يبلت الذكر كقرآن بهلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أردتك أردت ناتشو الشي أفضل ذكر على الإطلاق هو القرآن الكريم نا جميع العلماء تسمى مبت أحسن وأفضل ذكر قرآن مقراتنا يندن فيدل أسر أجر الله أوكي؟ طيب على كل حرف 10 حسنات ألف لام ميم سوست فيدل الله ألف لام ميم يندن 10 حسنات الله قري ما توقزي كالكات سنتي انتني هنا طيب ويصل إلى 700 ينأسر ينداندو حسنة واندموت بس لمنا ينداندو أجر بأسر أبزاو الله سبحانه وتعالى عند أجر كدرك عند يستهم هب تامنو قيت أجن أسر نوم يستهم عندهم يعني إخلاصو يا ماري سراو بصداتي هكربة إسك سبات موتو يدرسال عنده إسك سبات موتو ألف لام ميم سوست في دورو شارلو تاچኛው كفيام تكفلو 30 انتنو يسوستم 30 نو لكن الله سبحانه وتعالى يانت اخلاص يانت اقرارب يانت كوددهه دمو سوستم ب 700 ابزاتشو 2100 اجر سبحان الله العظيم من اين التجاره نو الف لام ميم ياله 2100 اجر الله سمتاچو تاقالاچو اندزي الشيء ويم نبياتين واشتوال النبل وهذا كفر ويم نبياتين أنت تناجرو بلن ألف لام ميم ياله هلت الشيء عندما تأجر اللو الله كتقبلو مالتينو جن بيانس جن لذي ألف لام ميم 3 أجر الله زكتنياو كفتنياو ياندنو 700 هلت الشيء عندما تأجر الله مثال الاستاتشو من قرأ سورة الفاتحة كبسم الله جمر قريب القرآن كياتشو بسم الله الرحمن الرحيم سوانة سباتن يو آية سورة الفاتحة كبسم الله جمر كالرهات متو أربع فيدلالات متو أربع فيدل وعلى كل حرف 10 ياندندو أسر أجر كاللو عندشي أرات متو حسنات الله سورة الفاتحة يكرر عند شيء سبات رتمته أجر الله طيب الله إخلاصه أيتو ودو أنت ودو يندن دو حسنة سبات متو كسبت إيه سنتي هون ألتقى الله شو سورة الفاتحة يكرر زت أنا سمنت شيء أجر الله أبازو تستيز يس أفتح شو الله شو نقرؤي شيء رتمته بأسر كهني بسبات ما توسنتي هونال زت أنا سمنت الشي أجر الله من يقرى سورة الفاتحة طيب كانوا بمروا سورة الفاتحة سيقرى يوالي زت أنا سمنت الشي عليهد نزين أول يوم تصفوا لمن تصفوا صافوا نجي أبازوت استنقرون يعني سوچون ديايو ويسي الله مني كل اللي هم قريت راسهم تج أم تجلي تنيا
ረባዙት ባካችሁ ካልኩሌተር የላችሁም እንዴ? 140 በ10 ስናባዛው 14000 ይሆናል፣ 1400 ይሆናል። በ700 ካባዛነው ደሞ እንደዚህ ይሆናል። እሺ እንግዲህ ይውላችሁ ሱረት አልፋቲሃ ይቀራ ይህ ካለው لو قرأتها 10 مرات 9,800,000 أجر الله 9,800,000 أجر الله قس على ذلك بزيه انقدي هون هقو سلاوك بزيهيد من نيوم سرا يسرها بأسرا بزاو الله كودده دمو بسبا تابزو الله حسنات إذن بالبلايين بلايين الله مالتنا يه قرآنه قرآن يتلك يتاتشن قال سلهوني تلك فيا يكفلوال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إنزي أراد دمو إنزي أرادتك أراد تاسبو أجرو الله بيتشانو مياكو الله سبحانه وتعالى يقرآن أجر يقرآن حسنات نقرن بقلت نبياتشن نقرون تمام يندندو حسنة بأسر إبازال عليه የሌላ እንትን ግን የሌላ ዚክር አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው ስንት እንደሆነ እሱ ብቻ ነው የሚያውቀው እንትን የቆሉ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተመልከቱ የወንድሞች ስለ ዚክር ነው አሁን እንግዲህ ያመጣ ነው አንድ ቀን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሰሃባዎቹ ቁጭ ብሎ ነበር አሁን ምን አሉት ነብያችን ايكم يحب ان يغدو كل يوم الى بطحان مكه ማን ነው ከናንተ ይላል ለሰሃባዎቹ ከናንተ እዛ ሸለቆ ነበር እዛ ቦታ መሬት ነው እዛ መሬት ሆዶ በረሃ ነው ሸለቆ እዛ ሄዶ فياتي منه بناقتين كوماوين ሁለት ግመል በየጧት ሄድና ሁለት ግመል ምርጥ የሆኑ ይሻኛቸው ትልቅ የሆነ ለሰፈር ለሺ ኪሎ ሜትር ሰፈር የሚበቁ ሁለት የተመረጡ ግመሎች ጧት ጧት ይሄድክ ሁለት ሁለት ገመል ብታመጣ في غير اثم علم سرقوت አይደለም سرقه አይደለም ወይ ሰው ገድለ አይደለም ወይም ደም በዙልም አይደለም ላላ ተሄድና ሁለት ገመል ይሰጡሃል ተሄድና ሁለት ገመል ይሰጡሃል ولا قطعه رحم بتسبن ستطلع ሰውን ሳትዘልም በየቀኑ ሁለት ገመል ልትወስድ ሄደህ ብሰጡ ምን ታያላችሁ አሉ ነቢያችን ለምንድን ነው ነቢያችን በግመል ምሳሌ ያመጡ ምክንያቱም በዛ ጊዜ ሌላ ጥሪት ሌላ ሀብት የለም ማርሴዲስ ብትለኝ አሁን BMW ብትለኝ ለምሳሌ ካዲላክ ብትለኝ ወይም ደሞ እንትን ብትለኝ አሁን ሰማለሁ በዚህ ነው የሚሄደው ሰው በዛ ጊዜ ግን ይሁሉ አልነበረም ማርሴዲስ አውሮፕላን ምናምን ማለት ግመል ብቻ ነበር طيب من قالوا صحابه فقلنا يا رسول الله نحب ذلك دي بيطواتو لتجمل ميساتن بتام دسيلنا الجالو فقال النبي صلى الله عليه وسلم افلا يغدو احدكم الى المسجد فيتعلم او يقرا ايتين من كتاب الله كنانت عنده ود مسجد هدو ሁለት አያ ቢቀራ ወይም ሁለት አያ በቁርአን ቢማር تمام عز وجل خير له من ناقتين كوماوين كنزه ሁለት ግመል والله ያሉ ነቢያችን አንድ መስጊድ ቤት ሄደ ሁለት አያ ብትማር ሁለት አያ ብትቀራ እነሱ ይሻሉ وثلاثه خير من ثلاثه واربعه خير من اربعه አራት አያ ከተማርክ ወይም አራት አያ ከቀራ ከአራት ግመል ሶስት አያ ደሞ ከሶስት ግመል ይበልጣሉ አሉ سبحان الله العظيم وقال صلى الله عليه وسلم من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه እናንተ ሰዎች ተሰብስባችሁ ይሁን ወላ ሶስት አራት ሰዎች አንድ ቦታ ተቀምጠው ያ ዱንያ ንግግር ብቻ ተናገረው ከተነሱ كانت عليه من الله ትራ ትራ ማለት መቆጨት መጸጸት ማለት ነው ነገ ሐስራ ነው አሉ ለምሳሌ እኔ አቡ አኒስ ባህረል ኡሙሲሃ ምናምን እንደዚህ ቁጭ ብለን እናወራለን ስናወራ የካምፓኒ ተናግረናል የኳስ ጨዋታ ተናግረናል የቤተሰብ ተናግረናል አንድ ዚክር የለም
ከተናገርነው ዚክሩላህ የለም والله هيك جلسة نجا الله ذنبي متفربتنا بطام يعني متصصتبت نجر نوالو من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت له عليه من الله تيرا ومن اضطجع مضطجعا لم يذكر فيه الله كانت عليه تيرا عند سو دمو بتاون هونو متتو عند بوتا قچ بلو لا عند ساعه لا قماش ساعه لا 10 دقيقه ከተናገረ ካሰበ ዚክር የአላህ ዚክር የለለው ከሆነ ይህችን የተቀመጠባት ጊዜ ነገ ጣቱን የሚበላበት ቀን ይመጣል በጸጸት ይጸጸታል ገባችሁ መልእክቱ ወንድሞች ማን ነው ገባ መልእክቱ በማንኛውም ቦታ ተቀምጠን ያዱንያ ተናገረን ቢያንስ ቢያንስ لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لله ويمنقول مثلا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد لله ويم سبحان الله وبحمده على خلقه عند نجر ذكر لله جلسه نجه بتام يتصصتبت غزي نو الى النبياتين وندموت حرام ما لا تدلم بزي انت توسدوت لكن خساره نوالو وقال صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه الا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرا يدمو طام كبد حديث لو عند سوچ امسد سوچ هونو باند بوتا قچ بلو اوروتو تزنانتو منامن سقو تچاوتو ذكر يللو نجر كهونه كاند يبسبسه يا احيا سغا بلتو عند تنسو نو متاسبوا له لك نو عمس سوچ هونن قچ نلالن باند گاردن وين باند بوتا بسالون قچ بلن لا تناگرن سلمنم سلمن 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 عند ذكر يلو الله ما تتقسم نبي ما تتقسم صلاتم يوم القيامه سايتتقس يا الدنيا بتشا كهونه انزي سوچ يبسبسه سغا يا احيا سغا متو اسن بلتو عند تنسونو ميقطرو قالوا اعوذ بالله نعم والله الله سبحانه وتعالى بمنياون بوتا ندنتقسو ندناستاوسو ياسفلغان وقال صلى الله عليه وسلم لنا دومو بتام ياسدستي بتام بتدس يميل بزو غزي يغلص كلاتو حديث نو يقول النبي صلى الله عليه وسلم الا انبئكم تمركتو لسحابوچ نو ندزي يميلوت انانت سحابا عند نغر لنغراچو اونت يونه نغر اشي نغر نغت الا انبئكم بخير اعمالكم كذه بلاي سرا يلهلك تلك سرا الله ميودو سرا لنغراچو نعم وازكاها عند مليككم الله زند ملك مالت الله نو وبزا يصدى يطرو يهوننا بتام كباد سرا يهونو ودا الله يذاچو ستهدو الله مدست بسرا لنغراچو نعم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والورق عند سو سنت ورق سنت مداب سنت بر بيصدق كذا يبلطه نجر لنغراچو وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضرب اعناقكم والله الرسول صلى الله عليه وسلم بتام تنن بلوال بزي حديث يعني اندزي اكزاجيريت يادرغو يمسلا لكن اونت نو نغرو ان انت بجهاد في سبيل الله جبتاچو አንገተ ለጂሃድ ሰጠ አንገተ ቆርጠው ወይም አንተ የሰው የካፊሩን አንገት ቆርጠ እዛ ቆስለ ተደባደበ በሰይፍት ማተ ብትወጣም የዚህ አይነት ደረጃ አታገኝ ማሩ አጂባ وان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم عند سو بجهاد جبانا ሶስት ካፊሮች ይገድላል ወይም ደግሞ እሱ ይገደላል ሸሂድ ነው ከዛ የበለጠ ለንገራችሁ قالوا بلا يا رسول الله አረ ምን አይነት አጅር ነው ንገረን ያሉ قال ذكر الله አንድ ቃል ذكر الله افضل من كل هذا ايش ذكر الله سنت ገንዘብ ይከፈልበታል ناثن ذكر الله سنت ዳገት ትወጣበታል ناثن سنت ቁልቁለት ትወርዳል ناثن طيب من دون ذكر الله بملاسه كوچبله تنيته بمكينا يهدك درايف يادرك كواسيه تچاوت من يادرك بملاسه يبيبال نغر نو
سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده اللهم صل على محمد وسلم عليه اللهم يا ربي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا لا إله إلا الله وحده لا شريك إيه نو ذكر إيه ونثنو يتامم سو يتنيا أنتن قدم يعلى سو يقوم يمي هاد يمي تشاوت درايف يمي هادر كله يمي لو نقر بتقام كلال لكن بميزان بتقام كباتي هون نقر نو قال معاذ بن جبل رضي الله عنه ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله هنقدي هالو اندزي كهنا لسيدنا معاذ النبي عشان يالو اندزي كهنا والله كجهنم يمياسركه كالله بلاء يمياسركه عند ذكر الله يلا مالو سيدنا معاذ بن جبل نعم أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ بن جبل انقدي اندزي كهنا السن النياز عليه ذكر النياز عليه ونتهنو إني دمو مناكوت ونتهنو يا معاذ يا حبيبي يا معاذ بن جبل طيب اندزي كهنا وندموش إني أهون أندن قرل أستمراتشوني أقال له 90% كنانتن لما يدرقو إحنا قر لكن 10% كدرقوت إني بتقام هبتامنين ننانتن دمو بتقام هبتامناتشو أندن قرل أستمراتشوني ذكر أذكار يمتا درقوت لنقراتشو أهون قن إني أونتهنو يعني لبزو سوش كبدا له نقر لكن سهل لمن سهل الله عليه الله قال لك ألال نو الله كبر الدمو كبر نو نا كنيقا هونو يهن نقر عند نقر انتساو سكهوني كسنت أمت بفيت عند تكالا سمر ريحشو نبر خبيئة يمت بالو خبيئة من ماتنو خبيئة الإنسان خبأ نفسه رأس دبك شيء خبيئة مالت دبك استعمارني أردون دبك نقر يماي تاي يماي تاوك من نمسوي يماي وكو دبك نقر من يبرر خبيئة تساوسا لك وانموك أكيد موسيهام تساوسا لك يتسوري نعم يتسور يتستر يتدفن يما يتاوك نقر خبيئة يبالان إنين نقراش والله نقيك أن يوم القيامة أسجقاريك أنو والله أسجقاريك أنو جألما أنو يوردتك أنو يما نتشلوك أن سلوهوني لزاك أن عند دبك نقر ناتي ما تاكم أباتي ما هاكم لجوش ما هاكم سووش ما هاكم الله بك كم يأكو نجر بزي ببتاتشن كتر أرجن النهيد ودا الله بزود بك نجر هاللي بزو أنت راس مرت للا سو ماوك إلى اللبت بله لا إسكالة موته متادرجو عندي تدبك نجر كله والله والله الله سبحانه وتعالى حبتامنا وشرنا وكل وانجله تثو بزيه دبك يا دركات نجر الله لرحمه يتشلال يتشلال ماتنو نانت تاك الله چون نزا سوست سووش بواشا قبتو تلق دنگاي سي انتن سيلا چو سي زقابا چو يان داندو بادر رقو لالله بچابلو يادر رقو سراسي تاكسوا دلم يتكفت الله چو اهون دمو خبيئة يميلو نگر يهتشن اهون يمستمرا چو خبيئة ادرقوات دبك نگر ناتما توك ما نمسب أيو ماوك اللبتم لان تبتشا إشي من دناتشو إني أسر ذكر إني أقال له هلاتشم لما رقا تتشلوم أتتشلوم سايون أتفلقومم قن استي أسر سواج كتغنيو لله بلاتشو استي أسر سواج يهن نقر اسكالة موتي التوم بل إشي كسلاة الفجر مباشرة بهون قنجونو مكنياتو الدنيا تبرالك زاقزي سراي اللهم جناء سرا غزي التجمرم چاچاتا يلم بمسجد كهونه بمسجد كوچ بله وند كونك سيت كهونه دمو ببيتوا فجر كسجدچ بوحالا تمچ يهونو غزي اسلو اهون انزي 10 يمنغراچو مسفحه مسفحه ياز وندو مسفحه تقالاشو المسفحه السون ياز على السول تارغاچو اتچلم سو دمو بدعه ادلم
مسفحة رجح ذكر بارك بدعة ذلهم جميع العلماء تطيقوال سنة وبله كلا دركوا لما اقتر يا أمير دانيا وبله كلا دركوا بدعة ذلهم إني مسفحة اللي صوست أرد أين مسفحة اللي يزي أين ذكر سادر بتأثيال شلو إيش من دنا شو نزي عندنا يوم تصفقوا هنتصافوا عندنا إنجري يان دانرو يوم نقرأ هون متو متو جزينه ميبالو متو متو جزي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير شيء رزم رزم يالو أرات مجمرة هذا أشجروشنا شو إذن إيه عندنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الشيء والثانية سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته يتوقنا تشون نزي أذكار كني فابريكيت هذا الركوات شوارد لهم نبي أتشن يتولن تنو يهم متو جزي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سوستنيا سبحان الله أهن يتمارنو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سنتونو أرات سوست أراتنيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أرات أما السنيو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فقط سدستنيو سبحان الله وبحمده فقط سباتنيو أستغفر الله العظيم وأتوب إليه سمنتنيو اللهم صلي وسلم على محمد زتنيو حسبي الله ونعم الوكيل أسرنيو لا حول ولا قوة إلا بالله النزي أسر أذكاروك بيك أنو بيك أنو متو متو قزي كالكو إني أجرو لنقره أجراتشو صدقو أم لا تصدقو إمانو أتمنو أجراتشو لنقره ودموك عشرة ياندانو لمسالي أسرنا شوادلم أهوني تكسكوا شو أسرنا شو بوها لا ممكن بس هو في النجرة شو الله ممكن بس هو في عند النجرة شو الله شيء ياندان أسرنا شو ياندان دو أسر حسنة بسيطها الله بيانس بيانس لياندان دو ذكر أسر حسنة سنتي هون اللو عندموك نجارون سنتي هون اللو متو شيء هلوم شينا شو أسروب متو كالكاتشو شينا شو بأسر كبزها تشو سنتي هنا له أسر شي حسنات طيب الله سبحانه وتعالى وده يندن حسنات بسبت متو كبزها لسنتي هنا يعني 10,000 ب770 مليون حسنة الله أكبر تواتنا السيف أجر كسجر كوهلا وده بيتك بقبات بفيت 7 مليون حسنة إذا تقبل له هذا إذا قلتها كل صباح فقط يتواتوات كالكو بيتشانو سو جزي أغنيتو كمكريب بحالة دمو يهن متو جزي كالو سبحان الله العظيم وإذا قلتها زيادة كل مساء ضعفها يكون 140 مليون مكتاتهم توات 7 مليون يزه تقبال له ما تادمو إشا كسجد كويم مكريب كسجد كويم كمتنياته بفيت ويم انتنو يعني 140 مليون حسنة باندك أن تتنيا له وندم 140 مليون نو إنجي وندم 140 مليون نو بدم بدارو القرآن بدم بيازو نسو أسر ذكر ناتشو إيان داندو ذكر متو جزيك هالكو سنتي هونال عندشي عند شي بأسر حسنة سنتي هون على أسر شي سبات متو كدرج له إخلاص كان له لالله بله بتأم بتأم لبنت ترتاي لبنت ترتان تنياري كدرجه سبات متو كسب له متو 4 مليون 7 مليون 7 مليون توات 7 مليون ماتا متو 4 مليون حسنة قسته أن الجهله تتنيا له إني لتأيكه 140 مليون ونجل أدرك هل بزاك على ذا الرقم
መቶ አርባ ሚሊዮን ወንጀል ያደረገ ሰው የለም። ላኪን የሰላቱን ተው፣ የዘካቱን ተው፣ የስያሙ ተው። እኔ የዚህን ሐሰናት ብቻ እነዚህ አስር ብቻ መቶ አርባ ሚሊዮን ሐሰና እኪስህ ውስጥ አስገብተህ ሳጥን ውስጥ ዘግተህ ትተኛለህ። ኸላስ ጠይብ። ወኡዘኪርኩም ቢአህል አዕራፍ፣ ይህን ከጠቀስኩ የአህል አዕራፍ ነገር ላስታውሳቸው ወንድሞች። አህል አዕራፍ የሚባሉ በሱረት አልአዕራፍ የተጠቀሱ እነዚህ ሰዎች በጀሃነምና በጀና መካከል አንድ ትልቅ ተራራ፣ ጠዊል ተራራ አለ። እዛ ላይ በዛ ላይ የተቀመጡ ሰዎች አሉ። ማናቸው እነዚህ? አህል ተፍሲር ምናሉ? እነዚህ የሰሩት ጥሩ ስራና የሰሩት ወንጀሎች በሙሉ በሚዛን ላይ ሲቀመጡ እኩል ለእኩል ሆኑ። አስር ሚሊዮን አጅር አለው፣ አስር ሚሊዮን ወንጀል አለው። አላህ ደግሞ በሚዛን በጣም ያምናል። ሚዛኑን በደንብ ነው የሚያስቀምጠው። ጠይብ፣ ጀና ይገባሉ አይገቡም? ጀሃነብ ይገባሉ አይገቡም? የት ይሄዱ? እንግዲህ የሚሄዱ አንዲት ሐሰና ካገኙ አስር ሚሊዮንና አንድ ሆነዋል፣ ጀና ይገባሉ። አንዲት ወንጀል ካለችው አስር ሚሊዮንና አንድ ወንጀል ሆነዋል፣ ጀሃነብ ይገባሉ። አሁን እንግዲህ ክሪቲካል የሆነ እንትን ነው የሚያስታርቃቸው፣ አንዲት ሐሰና ነው ያጡ። ሱብሃንአላህ አልዓዚም። እኔ 140 ሚሊዮን ታገኛለህ እያልኩ ሰውየው አንድ ሐሰና አይዋ፣ አንድ ሐሰና ብቻ ነው የሚፈልገው። አው ጠይብ፣ ለምን አላበዛውም? አሁን አብዛው። ወላሁ አክተር፣ ነቢያችን እንዳሉት እንግዲህ እናብዛ አላቸው። አንድ እኮ ነው ሰሃቢ። እንግዲህ እናብዛ አላቸው። ፈላሁ አክተር አሉት ነቢያችን። አላህ ከሱ ይበዛል ማለት አላህ ብዙ ነው ማለት አይደለም። አላህ ብዙ ካደረክ መቶ እጥፍ ነው የሚሰጥህ። በአላህ እጅ ያለው ይበዛል አሉት። ስለዚህ ወንድሞች ሙምኪን ከአህል አዕራፍ ከሆንን አናቅም፣ እንዲያውም ከታደልን ነው። እንዲያውም አህል አዕራፍ ከሆንን እድለኞች ከሆንን ነው። መቶ ሚሊዮን ሐሰናት ወደ አኼራ አሳለፍክ፣ መቶ ሚሊዮን ወንጀል ወደ አኼራ አሳለፍክ፣ ሁለቱም በሚዛን ሲቀመጡ በቃ እኩል ይሆናል። ምን ትፈልጋለህ? አንዲት ሐሰና በዛ በሐሰና ሚዛን ቢቀመጥ አላ ጡል ያሸንፋል፣ ጀና ትገባለህ። ጠይብ፣ ምን አሉ ዑለማዎቹ? በዛ በአዕራፍ ያለ በተራራው ላይ የተቀመጡ ወደ ቀኝ ሲያዩ የጀና ሰዎች ይቀናሉ፣ ይጓጓሉ እንዲገቡ፣ ግን አይገቡም፣ ሐሰናት የላቸውም። ወደ ግራ ቢሄዱ የጀሃነም ሰዎች በእሳት ሲቀቀሉ ያሉ፣ ይፈራሉ፣ ግን አይገቡም። ምን ያደርጋሉ አሉ? ያወርዷቸዋል መላእኮቹ። ሂዱና በአርደል ማሕሸር እዛ ሄዳችሁ በማንኛውም ቦታ ሐሰናት ፈልጉ ይላል። ሐሰናት ይፈልጋሉ? እንዴት ይፈልጋሉ? የውመ የፊሩ ልመርኡ ሚን አኺህ ወኡምህ ወአቢህ ወሰሒበትህ ወበኒህ ሊኩል ምርኢን የውመኢድን ሸእኑ ዩግኒህ። ወንድሙ፣ እናቱ፣ አባቱ፣ ሚስቱ፣ ልጆቹ ወደ ሁሉ ይሄዳል። ሁሉም እምቢ ይላል። አንዲት ሐሰና እንኳን አልሰጥም ይላል። ምክንያቱም የራሴ ችግር ያውጣኝ መጀመሪያ። እኔ ራሴ ችግር አለኝ፣ ግማሽ ሐሰና እፈልጋለሁ፣ እንኳን ላንተ ሙሉ ሐሰና አልሰጥ ይላሉ። ይህን ነገር ትዝ ይበላችሁና በየቀኑ እነዚህ አስር በየጥዋቱና በየማታው ቆንጆ ነው። ቢያንስ ቢያንስ ግን በየጥዋቱ እስከ ዕለተ ሞትህ። ደግሞ ቦታ አይፈልጉም ቦታ። በመስጊድ አልቻልክም፣ በቤት አልቻልክም፣ በሰያራ በድራይቭ ያደረግክ ሂድ። ጠይብ፣ ደግሞ ግዴታ አይደለም ጥዋት ወይም ማታ ሊሆን ላ ድራይቭ ያደረግ ግማሹ በለው፣ ስትመለስ ግማሹ በለው። ጠይብ፣ ሁሉም አሉ አልጨረስኩም፣ ኸላስ ወንበር ቁጭ ብለህ ሻይ የጠጣህ ግማሹ በለው። አልሙሂም እነዚህ አስር መቶ መቶ ጊዜ ካልካቸው እያንዳንዱ እንኳን አስር ሐሰና ቢሰጥህ አላህ ወይም ሰባት መቶ ሐሰና ከሰጠህ መቶ አርባ ያኒ ሰባ ሚሊዮን ጥዋት ሰባ ሚሊዮን ማታ ይዘህ ትገባለህ እልሃለሁ። ተግባባን ወንድሞች? ወላሂ አጉል ለኩም ዛሬ ደርሳችን በዚህ ብቻ ብንወጣ እኔ
ትልቅ ትልቅ ስጦታ ተሰጥቼ የምባለው ይህችን የሚያስተምረኝ ነው። ይሄ አሁን ያልኩት ነገር አሁን እኔ ከሀያ ዓመት አውቀዋለሁ፣ ከሀያ ዓመት በፊት አውቀዋለሁ ይሄ ነገር። ላኪን ይሄን ሰጥቶኝ ሄደ ራሱ እግሩ እጁ ነው የምስመው። ትልቅ ስጦታ ነው። በአርድ አልአኺራ በአኺራ የማያሳፍረኝ ከጀሃነም የሚያስርቀኝ ወደኛ ወደ ጀና የሚያቀርበኝ ነገር ነው ይሄ ነገር። طيب እንጠይቅ አሁን ስንት ሰዓት ይወስዳሉ? والله እኔ በደብ አድርገ ነው የቀጠርኳቸው። يعني فزز بله انكون بتلاچو 20 الى 30 minutes ግማሽ ሰዓት ነበር እስቲ እንደልዋሽ በግማሽ ሰዓት ሁሉም ይጨርሳሉ። لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. خلاص طيب سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أرد أمست سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سدس سبحان الله وبحمده فقط سبت أستغفر الله العظيم وأتوب إليه سمت اللهم صل وسلم على محمد زت أي حسبي الله ونعم الوكيل أسر لا حول ولا كل إمن لا تشونه. لكن متومة وزيدهم أحاديث عليه من قال سبحان الله بحمده مئة مرة، من قال سبحان الله بحمده وسبحان الله العظيم مئة مرة، من استغفر مئة مرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأستغفر الله كل يوم مئة مرة. سبحان الله. من قال سبحان لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك كذا وكذا وكذا كذا سبحان الله العظيم أجراتشو قطر صفر يلاتشو استيكا نزي عند بتشالن قره سبحان الله وبحمده عدد خلقه يعني سبحان الله الحمد لله الله بفتراتشو قطر يدرسه يقبه مالتنا ولا الله الله من فتره ونموه الله فتره ነቢያችን እንኳን አያውቁም። አላህ ብቻ ነው የሚያውቁ። ምን ፈጠረ ጌታችን? ወንድሞች ስንት ሰዎች ፈጠረ? ስንት እንስሳ፣ ስንት አትክልት፣ ስንት ጉንዳን፣ ስንት 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 ነገር። ንፋሱስ ስንት ስኩዌር ሜትር ይሆናል? ሰማዩ፣ መሬቱ፣ ባህሩ፣ ኩርሲው፣ አርሹ ይሁሉ የአላህ ፍጥረት አይደለም? የዚህን ያህል ሱብሃነከ ረቢ አልሐምዱሊላህ ለክ ማለት ነው عدد خلقه ورضا نفسه الله سبحانه وتعالى ما يسدسته من دنو رسف ينقرنو وزينة عرشي عرشي يا الله عرش الرحمن يا شبرك أبتنا يتشلم أبت نقر بس يحل عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشي ومداد كلماتي يا الله كلم كسافة جمروس كهندرس كيوم القيامة سنت صفوال يهن يحل يهن يازنو سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته يتشن نقر متو قزي والله هلو إني زو قزي سلالكواتشو كقم ماش ساعت بلا أي وسدو شي تك بلا تشست تكبرت هلت بيتشا باقين بزيهرم بتأمك ونجنو قن هلاتشو والله بالا ونجلوشنين هلاتشن هلاتشن سما يمي مولا ونجلا لن وندموش يهن ارقف فارغة الرئيس لما ركف لك النزيف بل نوم له إن شاء الله الشيء عندنا هنا زاري هلتنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أربعة دنانير أرات بر مالتنا أربعة دنانير أرات بر دينار أعطيته مسكينا عند بر لمسكين سته ودينار أعطيته في رقبة عند دينار دمو عند باريا نسأل موت أسمر سلمي فلك عند بر رده ودينار أنفقته في سبيل الله عند بر دمو جهاد في سبيل الله نبرو والتدروشنا لنسو إرداتها بله عند بر سته ودينار أنفقته على أهلك عند بر دمو لبيته دبو قسته مته من أول نبي أتشن أفضلها كنزي أرات بروش لالله بلا يسطحتشو افضلها الذي انفقته على اهلك
ከነዚህ አራት ብር ለሚስተህ ለልጆችና ለራስህ አንድ ነገር ገስተህ የሚበላ ወደ ቤት ካመጣው ያመጣው እሱ ይበልጣል ነው። ምን አይነት እስልምና ነው ይሄ? ረ እስልምናው አይደለም ይሄ ነገር። አላህ ሱብሃነ ተዓላ ያስቀመጠው ሩህሩህና አዛኝ ሆኖ ዲን ነው ይሄ ነገር። አርባዓቱ ደናኒር ዲናሩን አዕጠይተሁ ምስኪን፣ ለምስኪን መስጠት በጣም አጅር አለው። ወዲናሩን አዕጠይተሁ ፊ ረቀባ፣ ረቀባ ማለት ባሪያ ነው። አንድ ባሪያ መቶ ብር ካመጣህ ነፃ ወጣለሁ ይላል እንትኑ ያኔ ባለቤቱ የገዛው። አሁን መቶ ብር እያዋጣ ነው፣ እባካችሁ እርዱኝ፣ አንተ አንድ ብር ሰጠኸው። ከዛ ሄዶ አንገቱን ነፃ ወጣ። እሺ ወዲናሩን አንፈቅተው ፊ ሰቢልላህ፣ ትላልቅ ነገሮች እኮ ነው ወንድሞች። አንድ ደግሞ ገዝዋ ነቢያችን ሰለም ከሙሽሪኮቹ ጋር ጦርነት በሚያደርጉበት ጊዜ አንድ ብር ሰጠህ እርዳታ። ወዲናሩን አንፈቅተው አላ አህሊክ፣ አንድ ብር ደግሞ ለዳቦ ነው፣ ለስኳር ነው፣ ለስጋ ነው፣ ያኔ ማንኛውም ነገር ፒስኩት ነው ገዝተህ፣ ወይም ደግሞ አንድ ነገር ብር ወደ ቤትህ አጠፋኸው። يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضلها الذي أنفقته على أهلك، لكن هذا ليس على الإطلاق على العلماء. يه إن دلوا يوسد حديثه إن ذيك هنا سويو لبيت سبيها تفاو جنزبكو يبلت أجرنا وتبلو extravagant هنا. التبذير حرام كلك بلاي لأهلهم بهم مطفات بتأم يترجمك سونها أنت. يقول سبحانه وتعالى في القرآن إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. نزي أبا كان يهونو كلك بلاي ببيتاتشو مياتفو للبس لمقب لمن 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 كلك بلاي كمقباب لهم مياتفو يا شيطان واندموش نوالو بليلا بكل سلزي نبياتشن يبلت إيه لبيت سبه يسطه سيلو أسفلاقي نقر ما لتحجونه. مثلا هناك كلمة يتداولها الجهلة، أن الزي جهلوش سوش قل قزي عند تلك نقر يموسط نقر عليه من يلالو. إذا أرادوا مخرج يعني مشلوك يا كفلقوا كان دي نقر بكا وتقابلوا يعني مفتيهنا مشلوك يا كفلقوا من يلالو من يدر قالو يسرال بكامباني هون بمن يسرال، لكن كلك بلا يسرال كلك كم يسفل لقو بلا اوبر تايم عليه. الشيء مطرونه اوبر تايم 8 ساعات مسرات يالبت 15 ساعات يسرال، الشيء ما في مشكلة. كل هذا على حساب صحته وعلى حساب دينه. يعني هو اللي يسرال دينون شتو تيناون شتونو يهول ساعات بربريس كمي مثل أينو إغروس كمي ولا قد يسرال لمن دنو كذب هلا من إلى المثل أربا كانت صلاة تفا تيناها تفا الله سكمي قطبتي متسرال لمن دنو بتلو من إلى واللي كزي من نسمات نيج كجاهلو شنو من نسمات. ألم يقول أن العمل عبادة إلى حال سرع عبادة دلم يعلوث نبيات إلى حال نقدي يقول له أهون زي يادرقوا ستة لما استكاه كلب لون ميامت أو حق يراد به باطل لو مطفون أقر لأما كان يبلون ميامت أو انجي نبياتشن العمل عبادة على لوم العمل عبادة يميهونو يعني متأنا ياسرا سرته يهودهن راب يمتزقى يقررهن تمات يمتزقى يجربهن لبس يمتقزونا يبيتهن تنم تغزا يهنو انغدي العمل عباده يتبالو انجي مالتي مالتي مليونير لتهون بمن بحلال بحرام بخراب بيوت صلاتنا طفته زكاتنا طفته من اندزي ادلم سلازي دينار انفقته لاهلك يالوت نبياتش صلى الله عليه وسلم ما سري يالو زنبل ادلم عند كان بزو غزينا نغركواچي نغر عند كان ساعة واحد بالليل يقول لك كقماش لليت بوهالانو عندو إيه تولاق قدمت أبين
በስራ ነው መጣና አይኑ በርበሬ ይመስላል ልክ እንደ ሰካራም ሰው ወደ ቀኝ ወደ ግራ ያለ መጣ ሼክ ኢብራሂም አለ አንተን ፈልጌ እኮ ነው የመጣው አለ ምንድነው አልኩት አንድ ጥያቄ አለ የምጠይቀው እሺ ጠይቅ አልኩት ጠየቀኝ መለስኩለት አይደለ ከዛ ሆላይ ነው የጠየቅኩት ስማስቲ አልኩት ምንድነው እየተወላገድከ የምትሄደው ምንድነው አይነህ በርበሬ መስለዋል ምንድነው በጣም ድክምክምክም ያለህ ትመስላለህ ወነተህ ነው አለኝ ምንድነው ችግሩ አልኩት ያ اخي አለኝ ልክ 6 o'clock بعد الفجر ከቤት ወጣለሁ አለኝ 6:37 ስራ ገባለሁ አለኝ ከ7 o'clock ጠዋት እስከ 3 o'clock afternoon እሰራለሁ አለኝ من الساعه 7 الصباح الى الساعه 3 بعد الظهر يسرال كذاس ወደ ቤት መጣና አንዲት ሰዓት አለችን እድላለ ያቺን ምግብ ቀመስቀመስ አድርገ እንደገና 4 o'clock ጀምራለሁ በሌላ ካምፓኒ እስከ ግማሽ ለሊት ሰራለሁ አለ ተመልከቱ ወንድሞች morning 6 o'clock 12 o'clock ለሊት ይሄን ሁሉ ሰዓት ይሰራል እንዴት ትችለዋል አልኩት አራይቻል ማለት ጤናህ እኮ አጠፋ ጠፋ እኮ ጤናዬማ ጠፋ አለኝ ስኳር በሽታ መጣብኝ የደም ግፊት መጣብኝ የጭንቅላት መዘናበድ መጣብኝ የልብ ድካም መጣብኝ እንዴ ደሞ ዲነህ ደሞ መቼ ነው ዚክርም ታረገው መቼ ነው ሰላትም አረ ተዋለኝ በእውነት እንደምላችሁ የሰላት ጉዳይ አትናገራለኝ አልዒሻ ወደ ቤት ስገባ ግማሽ ለሊት አምስቱም ሰላት ወይም ሶስቱም ሰላት ጭምርምር አድርጌ ባካችሁ ሂዱና ተበተኑ በየቦታችሁ ሂዱ ነው የምላቸው አለኝ እየሳቀ እኮ ነው فجر ظهر عصر مغرب عشاء سجدتشوالونا هيدو بيي وتاشو تقمطولاچوالو يعني كلهم قضاء شملقلق قرغو يسجدال معناتنو هله الصلاه بتشا يسجدال بقال قلت لا حول ولا قوه الا بالله لمندنو يهلو سلاچو انغدي مكنياتو تملكتو اقول مكنيات لمندنو يهلو متادرغو يهلو توفات ባክለን ነዛ ህፃኖች እንትን ልጆቻችን مستقبلአቸው ለሚመጣ ጊዜ አንጥፈን እንድንሄድ ለልጆቻችን ኡፍ ለካልኩት والله እንደዚህ ኡፍ ለከ ለልጆቹ አንተ አባቴ ነው ያደረሰህ እዚህ الله አይደለም የፈጠረህ الله አይደለም የረዘቀህ አንተ አስተምራቸው ምን አለኝ ሱ ቀልበ ቀል ንገራቹ በአገራችን ትንሽ አንድ ቤትና አንድ ቪላ بنሰራላቸው ለወደፊቱ ለልጆቻችን ለሚስታችን ዝም ብለን ከመንሄድ ከዚህ አዱንያ አንድ ቤት ሰርተን አንድ ንብረት አድርገን ያኒ ለነሱ ለሙስተቅበል ነው ይለኛል ስማልኩት በዚህ ዲነህ ሽጠህ ያንተን ጤና ሽጠህ ለልጆቹ ማን ነው ያዘዘህ እንደዚህ አላህ ፈጠራቸው አንተ አስተምራቸው እሺ ወንነው ካንተ የምትጠበቅ የዱንያና የአኺራ አስተምራቸው ተማሩ ናም ስራ ያዙ ስራ ያዙ ትዳር ከቻልክ ሴቶቹን ያኒ ትድራቸዋለ ወንዶቹም ካሉ እርዳቸውና ትዳር ያድርጉ ከዛ ገመዱን በጥሰው በቃ خلاص አሁን አንዱ ከትዳሩ ጋህኗል ያቺ ደግሞ ከባልዋ ሆናለች አንተ ያንተን የአኺራ ጉዳይ ማሰብ አለብህ እንጂ ለልጆቹ ስንል ኮ ነው ለልጆቹ ስንል እንዴ ይዘው ገደል ይገባሉ እነሱማ እነሱ ከመትኩ በኋላ ሲደሰቱ አንተ ትደበደባለህ በቀብር ብዬ አንድ 15 ደቂቃ ስመክረው በቃ እሺ ብሎኝ ሄደ ማለት ነው ይሄ ነው እንግዲህ ወንድሞች ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين ብዙ ገንዘብ አባካኝ ሆኑ አንጀ ወንጀል አላቸው እንደገና ደግሞ ዲንን ሽጠው ጤና ሽጠው ደግሞ የሚያረጉ ደግሞ ከነዛ የባሱ ናቸውና ወንድሞች ይሄን ሐዲስ ለቤተሰብ አንድ ብር ያስቀመጥከው ይሻላል ያሉት ነቢያችን እንዳለው ክፍት ነገር አይደለም ለማለት ነው ፈለኩ እሺ እንግዲህ ሁለት ሐዲስ እንትን ሶስተኛው ነቢያችን ሰለላም ምን አሉ አርባዓቱን ሚነ ደዋብ ላ ይቅተልና አራት አሉ ከእንስሳዎች አይገደሉም አሉ ነቢያችን አንነምላ
ጉንዳን አይገደልም ወንድሞች ጉንዳን አትግደሉ ምንም ነገር የሚያደርግ ሰላማዊ እንስሳ ነው ደሞ እንደኛ ህዝብ ናቸው ጉንዳን يعبدون الله يسبحون يهللون يكبرون እንደኛ ህዝብ ስለሆኑ ዓለምንም ጉንዳን አትግደል ሁለተኛ لا تقتل النحلة نب አይገደልም ወንድሞች نب ጸጋና ማር ወለላ ምግብ የሚያመጣ እንስሳ ነው አይገደልም ሶስተኛ ሁድሁድ አይገደልም ሁድሁድ ለሰሊና ሱሌማን ብዙ ኸድማ ያደረገችው አትገደልም አራተኛ አለች ረሰህዋት ወንድሞች አራተኛዋ የሰርድ ይብዱል ሰርድ ወይም ሌላ ነች አራተኛዋ ከጭንቅላት የጠፋች አሁን على كل حال እነዚህ ናቸው ጉንዳን አንገድልም ንብ አንገድልም ሁድሁድ አንገድልም አራተኛ አለች በኋላ አመጣላችኋለሁ ከስተወስኳት ማለት ነው እና እነዚህ አይገደሉም እላለሁ እሺ አራተኛ ወደ አራተኛ ነሂድ اربع من السعاده አራት ነገሮች አሉ ነብያችን ሰለላም ያዱንያን ደስታ ተሟልተው ሲመጡ አራቱም አንድ ሰው ያዱንያ ደስታ ያዱንያ መዝናኛ አገኘ እንላለን ነቢያችን ያሉት አራት ነገሮች አሉ እነዚህ አራት ካገኘ አንድ ሰው እኮ ያኒ ጤናማ ኑሮ ይኖራል አሉ አልመርአቱ ሳሊሃ አይ ጀግናው ነቢያችን ጀግናው والله እንዴት ያቃሉ ጤናማ የሆነችው ሳሊሃ የሆነችው ታዛዝ የሆነችው ጥሩ የሆነችው ሚስት ያገኘ እኔ ልንገራችሁ والله እኔ እንጃ በራሴ ምሳሌ ልስጣችሁ ወይስ በሌላ በራሴ ምሳሌ ልስጣችሁ እኔም ምሰራው አሁን የዱንያ ስራ አለኝ ያን ድርጅቶች አሉኝ ይሄን ተውት በፓልቶክ አራት ቀን በሳምንት አለኝ እናንተ ለምታዩት ማለት ነው አራት ሙሐደራ ማለት 16 ሙሐደራ ነው ለምን በሉኝ ላንድ ሙሐደራ ማዘጋጀት ማለት አራት ቀን ይወስድብሃል አራት ሰዓት ይወስድብሃል 8 ሰዓት ይወስድብሃል ላንድ ሙሐደራ ማዘጋጀት እሺ እና እናንተ እንደምታዩት አራት ቀን ሙሐደራ አለኝ በፓርቶክ አፍሪካ ቲቪ ከዛ የባሰና ከዛ የበዛ ጥረት የሚያስፈልገው በመቶ የሚቆጠሩ ደርሶች የማቀርበው ብዙ ዝግጅትና እንቅልፍ አለመተኛት የሚያሰኘው طيب ሌላስ በሪያድ ከተማ ሁለት መጅሊሶች አሉኝ ጁምዓ ጁምዓ የሁለቱም درس ቀኑን በሙሉ ቤቴ ማላይም ጧት ከጁምዓ ከሰላት الجمعه ጀምሮ እስከ عصر يا مارنيا እንደገና ከዓስር እስከ መቅሪብ እስከ ኢሻ ደሞ የትግርኛ እዚህ እውላለሁ ማለት ነው እንደገና የኔ ድርጅቶች አሉ ሬስቶራንት ምናምን እዛም ሰራሉ ይሄ ሁሉ ያስቻለኝ ምንድነው ብትሉኝ والله ምስጢሩ ልንገራችሁ እንዴት የመሰለች ሚስት አለች ተኛሁኩ አለትራስ ነው መተኛው ለመተኛት ከፈለኩ አለትራስ ነው እተኛለሁ ምክንያቱም አለትራስ ማለት እንደምሳሌ ነው የምሰጣችሁ እልም ያለ እንቅልፍ ይወስድብኛል ምክንያቱም በሷ በጣም ራሓ ስላገኘሁ በሁሉ ነገር በሷ በጣም እርካታ ስላገኘሁ ያኒ ጣትህ ሰጣሃት የማትነክስ ሴት ያኒ የማትበላ ሴት ስላገኘሁ ምስጢሩ ይሆነው ወንድሞች ሌላ ለኝ ሌላ እንዳትሉ ነቢያችን እንዳሉት አልመርአ አልሙአደበ አልሳሊሃ ወደር የሌላት የምትወዳት ሚስት በጣም እንትን የሆነችው በቤት ካለ والله ግማሽ ህይወት ተስተካክለዋል እመኑ አትመኑ ባሎች እኔ የብዙ ሰዎች ትዳር አቃለሁ እሾህ የሆነ ትዳር አለ እሳት የሆነ ትዳር አለ ማር ወለላ የሆነ ትዳር አለ لكن اقول لكم ነቢያችን እውነት ተናገሩ المرأة الصالحة انت ሁለተኛ አልመስከን አልዋሳ ቤትህ ሰፊ ሲሆን ሁለት ክፍል ብቻ ጥቅጥቅ ብለው እንግዳ ሲመጣ መግቢያ የለህም
አንተ ልጆችህ ሰባት ልጆች በአንድ ቤት ተጨማምረው ሲተኙ አንተ ደሞ የመኝታ ቤት በጣም አንድ አልጋ ብቻ ነው ብታስገባ ዳይኒንግ ሩም የለም ምን የለም ይሄ ደሞ የህይወትህ ጥብብ የሚያርግ ይሄ ነው አሉ ነቢያችን المسكن الواسع سفي بيت سينوره فور يعني مثلا منيتا بيت اندزي دايننج روم يا صالون يا سيت صالون يا وندوش صالون اندزي يعني سفا يالي لبهم يكفت نجر ثالثنيا والجار الصالح تاقالاچو غوربيت اشخ مهونو غوربيت مالت بشتا نقسا مهونو تاقالاچو مطفو በጣም መጥፎ ጎረቤት ካለ በተለይ ቤቱ ያንተ ቤት ልትለቀው የማትችል ቤት ከሆነ ጎረቤት በሽታ ነው والله በሽታ እና ነቢያችን ምን አሉ ጎረቤትህ በጣም ጥሩ ሲሆን ትተኛለህ አሉ ሚስት ካለች ሴት ልጆች ካለች ኢንሻአላህ 10 አመት ትታቸው ብትሄድ ምንም ነገር መጥፎ አታስብም ምክንያቱም ጎረቤትህ ሙእሚን ሆነው ጥሩ ሆነው ነው ከተቸገርክ ገና ሳትናገር ፍፊቴ ላይ የሚያውቀው ከሆነ ስጋ ካረደ ትንሽ ቆረጥ አርጎ ወዳንተ የሚያመጣ ከሆነ ጥሩ ልብስ ሲያለብሳቸው እንትኑ ልጆቹ አንተም እንደዚህ ያኒ ከዛ በኋላ ከታመምክ የሚመጣ ከሆነ ትንሽ ደሞ ከተቸገርክ የሚረዳህ ከሆነ ደስታ ከተደሰት ካንተ ጋር የሚደሰት ከሆነ ሊጎዳህ ብሎ ጨርሶ የማያስብ ከሆነ من أين تنوي قربت أردت أن يقول يقول المركب الحمي فرس كونة مقواجة أهياء كونة مقواجة مكينة سيارة كونة مقواجة يفلقوا النقر أنت متقواجة زبت نقر مكينة مارتنو كار ترو كار كالتش بيك أنو برد سمتا قتلالتش منو والله دينا متنش انتن እንትን ያስፈልጋል እሺ ዲናሞ ሄድና 600 ዶላር አጠፋህለት ለማግስት መጣና አራት ሳይሆን ሁለት ጎማ ይበንቸራል ሁለት ካቨር በንቸረ ምን ነው والله አረጉ የሆነው ኮንትኑ ሁለት እግር ቀይርለት እሺ ተሄድና እንደገና ትንሽ ደሞ ከሰምት በኋላ ደሞ ምን ነው ያኺ ይሄን ሐራራ ትኩሳቱ በጣም ከፍ አለ ምንድነው ሬዲየተር ኮ ተበላሽቷል እንደዚህ የምትል መኪና ስቃይ ነች አሉ ነቢያችን إذن استل إن قدراتشو أربع من السعادة يهوة دستها ممول الله المرأة الصالحة المسكن الواسع الجار الصالح المركب الحمي قتلوا من قالوا وأربع من الشقاء أردت دمو يسك أي من شوشناتشو قالوا المرأة السوء ويني ويني والله كني كوچ بلاچو عند كن ሁለት كون بتقمطو كو ينين جوال ينين موبايل ينين تليفون بتسمو والله العظيم تصغراچو نو انتن ميلو عند عند تدار الله مند نو تدار نو ويس قطات نو بتلو الله سي قطاو نو غدي سويو مرأة السوء ملاسوا 7 مترو نو قمتو انديوم 7 ملاس نو يالنا እጇ ይንቀሳቀሳል ጭንቅላቷ አሙሯ የኢብሊስ አሙሮ ነው ያላት እሺ ከዛ በኋላስ ፊትናዋማ እንደ ኡሙ ጀሚል የአቡ ለሃብ ምሳሌ አይደለች ሐማለት الحطب ከሷት ብልሳለች ሌላ ሳምጡልኝ አለባበስዋ ሽንኩርትና ነጭ ሽንኩርትና ምን የገማ እንት ነው የምትለብሰው ዒሽረቷ ከባሏ ጋር ያለው የላት ግኝት ምንድነው የምትለው ጅማዕ ፈልጋለሁ ሲላት አረ አንተ ደሞ እንደውሻ ሁለት ሳምንት እኮ አልሆነም የተኛን እንደ በየጠዋት ነው እንደውሻ እንደዚህ የምትለው ስንት ነው 10 ቀን አይደል ትላለች 10 ቀን ስለበዛባት እኮ ነው እሺ ሌላስ እግሯ ደሞ ያ ምንድነው የዝሆን እግር ነው የሚመስለው እንደዚህ ምንም አይነት ደስታ የሌለባት ሴት ማለት ነው ጠባይዋ ምናምንዋ በተሰብዋ ተሰርፎ በሙሉ እንደዚህ ሆነችው ጀሃነም ነች አልመርአ ሱ አሉ ነቢያችን ወልጃር ሱ መጥፎ ጎረቤት
والمركب السوء والمسكن الضيق بيته دومو بتعم كتببه النزي أرات شقاء من چوشناتشو النزي أرات دومو يسعادة من چوشناتشو على نبياتشن أهون استي اكسبرمنت ناغرق استي ونتاتشو نبياتشن ونتاتشو مهولون لنقره أنت كبيت كوش ستمتا مسته بتعم فقق ياريش نبياتشن من بلونو يتكسوات ترو مست إذا رأيتها سرتك نزي ستات دس تلحلج قديت هذا اللي مكون جون دتون بيتشا لانتي لانتي نو مفلقون جي لهزبو هذا اللي لانتي بات أم دس تلحلج وإذا أمرتها أطاعتك كززكات جناك على توجو سايج الرسو يانتن تئزاز تفت سموال وإذا أقسمت عليها برتك والله يعني مست زاري ودباتش بيتات تهيدم والله بيار له كالك أسفل لك نقر بنورم خلاص باليكو ملوان أهون وده هاتي أهلاس كب لا 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 رباكش نهيد باتش كو تاموال انقروش كو متو لا 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 باليكو ملوان بلا يانتن ما لا ببوتاو متاس كمتو ليلاس وإذا غبت عنها كتسافرك إن شاء الله ما تؤمنك تسافر كسوة حفظتك في مالها وعرضها بنفسها أتدفر بنفسها باللتوان تبكى فيتوان تبكى كبروان تبكى تقويالك جنزبك توكلها دمو لراسوا قلب بتشاوتها للا منامن منامن ساتل يقرأوا جنزب إنك ستله يش مستية تجني الله يشألون بيها جساه سلم إيش إن المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح وال شو اسمه هذا المسكن الواسع والمركب الحني إيش ودام السنة والنهيد أما السنة يشترط لإقام حد الزنا ثبوت يعني حد الزنا يقول لك زنا أدرقال لك بله يهن كس لما الرقاقات كتفلق بشرعة أرادتم السكر مجنية اللباتشو أرادتم باندكال باند مواصفات باند انتن يمي مسكرو عندي هنو ويم دمو أرات مسكر كاليلو ياتشليج راسوا إني زينة أدرقال له بلا ستارقاق ست مسكر أرات مسكر أسفل لقم أو زينة أدرقال له كاليج سوستنيا أو بظهور الحمل عندي تسيت كارقزج على قباتشم أباتو أناتو عاكم ما نمسو على قباتشم بزينة كارقزج منم مسكر أسفل لقم أرات مسكرة أسفل لكم كم عندنا أنتن يرقص شو والله عنده ما تندزي خلاص زينة درجال لك تمام زي لكن شبهة منور يلبة مالو قادي وش شبهة مبارة له أسكددو لجنانياتي تشلال ويم مستو مسلوت لجنانياتي تشلال ويم دمو ويم دمو ويم دمو ويم دمو بزو مكنياتو تشالو على من مكنيات دس بالوات عند وندام تتعزينا كذا الرجج يهتشنا شنجري مسكر ما أسفل لقات إنجي أسقد دوك هوني ويم ليلا مكنيات كله ويم دمو ليلا مكنيات كله يهرب يقول سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء بسورة سورة النور النزاع قاليكوا شرمت عليك قاليكوا زينا درجالك قاليكوا بيلوك ثم لم يأتي شهداء أرات مسهلاك الربو أجوهم ثمانية جلدة لا تقبلوا له شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون نزيه يسون كبر لما قوش بلو أقالي زينا درقال ليش أقالي كو قدنيا لا تسوقوا أنهم منامن منام بلو قوش سوش آتر كلاك أربو ينلندو سمانية جلدة مقرفتي قرفال كزاك الطلو دمو توبا كالالو دمو لشهادة لمسكرم أيبكم
እንደገና ፋስቅ ተብሎ ይጣራሉ ማለት ነው። እገሌ እኮ ፋስቅ ነው ትሏል። ምክንያቱም ያላየው ነገር ስለመሰከረ ማለት ነው። طيب واذا اتهم رجل زوجته ايه انغدي اغلي بلا اغلي زين ادرغالش كالك نو مستح ادلم يمستح ليلا نو يمستح ليلا قطعتان نو قال سبحانه وتعالى في ايه رقم 6 في سوره النور نفسه واذا اتهم رجل زوجته بالزنا عند سو مستون زين ادرغالش بلو كتقومات فردو ليلا نو سمان اجلدا ادلم فردو لا كزيه باسنو مكناثم ينتميست نصحت ميست صدات يالات منم نجر يهن نجر يالوالچو نجر زينا درغالش ستل ويم دمو اسوا زينا درغا على درككم ستل. قال سبحانه وتعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء مستيشر شم انتني يعني مستي زين ادرغالش كليلا وند تگنتالش بله مسكر كليله الا انفسهم انت بتشا نو يمتلو اني بعيني ايتشاتالو زين ستادرك كالك ود قد بيت هدنا فشهاده احدهم اربع غري نغرو يا اربع يا اربع نغر نو فشهاده احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين زي لا مسكر ادلم شهادات يميلو لا السو راسو اربع غزي يملال قادفيت حزبو تسبسبو قادفيت من يلال والله العظيم الذي لا اله الا هو رايتها تزني بعيني بعيني زينا ستادرغ مستي اي ايتشاتالو عند دغمو يلحال قاديو كنو دغمو تنش اندتصصت لو اند يعني وشتاب كونك اندتملس بلو نو الله اندزي يادرغو اربع شهادات اندغنا تلال والله الذي لا اله الا الله والله العظيم اني رايتها بعين تزني ثلاثهنيا يلال اراتهنيا اراتوم ما لا رغال اي بقى اي بقى خمسهنيا متلال والخامسه ان لعنه الله علي لعنه الله عليه أمست غزي بالله مله اندغنا يا الله اللعنه يورددبني ان كان من الكاذبين وشت وشت كتناغركو يا الله اللعنه يورددبني اخ كبادنا وندموج الله مله ارات غزي اندغزي يا الله اللعنه يورددبني امن سلاچو سون مقواشش بزينا تل كنج سلونن افنز دايم افني ذنب الشيء امسنيا والخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين خلاص امس غزي مال ادرغه الشيء طغى بنلوالن نيانشن لاتالن ويدرء عن هل عذاب سوارمو مقطات يالبت نو ادلم سو سلمسكره تقطالش جن قطاتو قطاتو يمرقلات بمندنو سوى دمو أمست غزي تملالج أرات غزي أن تشهد أربع شهادات لك السندالو والله العظيم والله الذي لا إله إلا زينة على درككم تلالج سو زينة أدرقالج بلو ملالج سوى دمو زينة على درككم بأمستن يوم تلالج يسو لعنا يورد بنو يسو أقسنو والخامس أن عدو تأمدنو تبينتو تغضب الله بزاك غضب الله كوي الله القطاع هن يرد بني ولا نجا يرد يا الله القطاع يرد بني بلا أمست يتمثل ينر برشن تكبر تكبر نفسه وتكبر عندما تنا يا رسول الله لا تشو مستي كليلا وتنيتا زينا استدرق أيه تاني نبيات شنس أقرات شو قم مالي أنا تشوت علي يتا تشونك ألم تكأيري بتعم تقوتو من أنا الدفرت نوالو فقال النبي صلى الله عليه وسلم اردت مسكر كلامت احلوت من دمو انتن كلا درك اني قالله من اسفاروت اردت مسكر كلامت اح سما جلدانو جلده قالوت انديت يمسته يهله من دي من امطاو سما جلدا لا نبياچن بزاك زي نبراچو فرج السنو مسته يهون ليلا يهون زينا درغالش كالك قطاتو مندنو
ሰማንያ ኩርማጅ ይገረፋል። ይህ ነበር ህጉ። አሁን ግን ይህ ሰውዬ መጥቶ ሚስቴ ዚና አድርጋለች ሲል አሁን ያነበብኩላችሁ ህግ ወረደ። ከአላህ ከሰማይ ይህን አያት ወረደ። ነቢያችን ምን አሉ? በሉ አለ፣ አንተ ሚስትህን ዚና ስታደርግ አይተሃታል? አው አይቻታለሁ። ሰው ይሰብሰብ ተባለ። ነቢያችን ሰውን ሰበሰቡ፣ በመስጊድ ነው። እሷም ትምጣ እሱም ይምጣ ተብሎ ሁለቱም መጡ። እሷ ጋ ከቀቢላዋ ጋ ቀቢላ አለ፣ እሷ ቀቢላዋ ጋ ቆመ። በበኩል ከቀቢላው ግንድ ቆመ። ነቢያችን ምን አሉት? ያ ፉላን አሉት፣ አቅስም ቢላህ አራት ጊዜ ወላሂ ለዚ ላ ኢላሀ ኢላሁ ወላሂ ለአም በአይኔ ዚና ስታደርግ አይቻታለሁ በላሉት አራት ጊዜ አለ። በአምስተኛ ምን አለ? ላዕነቱላህ አለይ የአላህን ላዕና ይውረድብኝ በአይኔ አይቻታለሁ በላሉት አለ። ልጅ የሁላችሁ ዚና እንዳደረገ እንድታውቁ ወንድሞች ማለች። አምስተኛ ወደ አምስተኛ ሲትቀር ወንድሙ ልጅም አሉ አምስተኛ ሲደርስ ለሱ ምን አሉት? ተው ተው፣ ያኒ ያላየኸው አይቻትበል፣ ምክንያቱም የአኼራ ቀጣት አትችለው ማለት። በዚህ አዱንያ ምትገረፍ ይሻልሃል። አልፈ አኼራ ዚና ያላደረገችው አድርጋለች ብለህ መስክረህ እሷ ከተገደለች ወየልህ ወየልህ አሉት። ላ አላቸው፣ በእኔ አይቻለሁ ከዚህ ይፋልማል። እሷ ደግሞ አራት ማለች፣ ንጹህ ነኝ አላደረግኩም ከዛብ ነው ብላ። በአምስተኛ አንዱ ላኩላትን የኔዋል ዚና ካደረግሽው አድርግ ያለሁ በይ፣ ምን አለበት ያን ትገደ ያለሽ ላኪን ቀጣ አላህ ስብሐ ወተዓላ ጀና ነው የሚያስገብሽ። ተይ አልዋት፣ ተይ غضب الله عليه እንዳትይ አምስተኛው እንዳትም ያልዋት ነቢያችን። ታውቃላችሁ ምን አለች? እኒ ቀስ ብላ ነው ለዛ ላ አፍضحو عشيرتك የኔን ወገኖች ቀይ አላውልም አለች። ተቀበልስ ትልቅ ማላማችና በዛ በእሳት ወላ ክትትል ኮሮሴ በአዱንያ ተደለችም ግን ቀን የኔ ወሽን አላዋርድም አላቋሽሽም ብላ ላዕነት غضب الله ብላ ማለች። ላኪን ነቢያችን ዝም አላሉ። እሺ እሷ አትገደልም አንተም አትግረፍምና ሂዱ አሉት። እሷና እሱ ወደ ቤታቸው ሄዱ። ነቢያችን ከአንዳንድ ሰሓባዎቹ ቀሩና ምን አሉት ታውቃላችሁ? ነቢያችን ማን ነው የነገራቸው? ነቢያችን እንዴት ያውቃሉ? ልጅትዋ አርግዛለች አሉ። አላሁ አክበር። አሁን ነው ያደረገችው። እንዴት ያውቃሉ ነቢያችን? አልትራሶኒካል ኤክስፐሪመንት ወቅቷ የለም። ወዲያውኑ ጅብሪል መጥቶ ነገራቸው ልጅዋ አርግዛለች። ጠይብ ወንድ ነው የምትወልደው አሉ። ሱብሃንአላህ። ወንድየው እኔ ግልጽላቸው አለ። መልኩ እንደዚህ፣ ጸጉሩ እንደዚህ፣ ራሱ እንደዚህ፣ ጣቱ እንደዚህ፣ ጀርባው እንደዚህ፣ አፉ እንደዚህ ከወለደ የዚና ልጅ ነው፣ የአባቱ ልጅ አይደለም አሉ። ከነዚህ አሁን ያልኳቸው ነገሮች ለቀቅ ካለ ግን ሌላ መልክ ካለው የአባቱ ወንድ ነው ልጅ ነው አሉ። በዚህ ዘጠኝ ወር ጠብቁ ልጅ ተወለደ። ምን አድርስካለ? ሁለት ቁራብ ቁራ ወቀለ ጥቁር ወፍ ነው ባለ ቁራብ ጥቁር ወፍ ትንሽ ወፍ ጥልንች ሲስ ቁራብ ቁራ ነው አው ሁለት ጥቁር ቁራ ብታመጣ ሙምኪን ልነታቸው ይችላል። ቁራ ብታ ጥቁር ናቸው፣ ቁማቸው አንድ ነው፣ ናቸው አንድ ነው፣ ግን ባንድ ነው ሊኖራቸው ይችላል። ላኪን ነቢያት ያሉት ገርጁ እንዳለ ሰው ነው የተናገሩ። ተወቻቸገን ጉሩ አንጫው ግንባሩ አይኑ ጀርባው ሁሉ ልጅን ልክ እንደገለጹና ዚና እንዳደረግ ታወቀ። ግን አጣሙን ምክንያቱም የነብችን ዕጅዛ ነው ይሄ የዕጅዛ አላህ ኸላስ ሰራሃ ፊ ወየውም ያምሩሃ ዳአን ተይሃ አን ይላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ዲ አትምረች ግለኮንተች ግለኮን እንደዚህ ነው ዚና ያደርጋል የሚለው ነገር ሁሉ አላህ አብይ ተበላሽተን ተሻቁም ነው።